ليغاسي ديبورتيفو البيس الدور الاسباني الدرجه الاولى وشنا هذه المباراه وانتهت هدف لهدف. شنا كيفاش كانت نقولوا مباراه كانت شيقه. شنا الشوط الاول وين ليغاسي اللي ضيع الكثير من الاهداف امام ديبورتيفو البيس. وشنا كيفاش لوكاس بيريز مارتينيز هو اللي سجل الهدف في الدقيقه 47. شنا كيفاش كرينيو اللي عدل النتيجه في الدقيقه 59 وين المباراه كانت حسب الامكانيات تاع اللاعبين حسب الامكانيات تاع الفريق. وين شنا كيفاش خافاير اللي المدرب تاع ليغانسي اللي دخل بخطه 5-4-1. شنا اسير اللي دخل المدرب تاع ديبورتيفو البيس اللي دخل بخطه 4-4-2. يعني شنا ايفن اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الثاني من الهجمات تاع ديبورتيفو البيس. شنا كيفاش نقولوا روبن شنا خافاير شنا اوسكار شنا كيفن شنا كينيت شنا يعني اوني من جانب ليغانسي. شنا كيفاش ديبورتيفو البيس وين فيناردو باتشيكو الحارس اللي انقذ المرمى تاعو. يعني التعادل يعود لهذا الحارس اللي لعب بقوه. شنا كيفاش رودريغو شنا روبن شنا يعني مانويل جيريس شنا إليكس فيدال لوكاس المعدل المسجل الهدف الاول شنا ليساندرو شنا بيريو شنا بوروكي. يعني كانت المباراه والمباراه كانت نقولوا كانت في وسط الميدان كانت منحصره في وسط الميدان. يعني كل مدرب ويشنا كيفاش ليغانسي في ميدانه ولعب خطه دفاعيه لعب على الكرات المرتده وين ما بدلش الخطه تاعو كيما دخل كيما كمل لعب على الكرات المرتده رغم ان دار التغييرات لكن قعد في الخطه تاعو وين عرف كيفاش يعدل النتيجه لكن بدون حاجه زايده. ولا هذه هي الجولة 26 دور الإسباني الدرجة الأولى. ليغانسي هدف، ديبورتيفو ألبيس هدف. صحيح.